فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها قد تركت الصلوات، قد تركت الصلاة منذ سنوات، هل عليها قضاء؟ إذا كانت تركتها نسيانا أو إذا كانت تركتها نسيانا فعليها القضاء، تعرف أنها واجبة ولكن نسيتها تقضيها. أما إذا كانت تركتها متعمدة، والعياذ بالله، تركتها متعمدة، فإنها تخرج من الإسلام. إذا تعمدت ترك الصلاة حتى خرج وقتها ترتد عن الإسلام، فعليها التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما إذا تركتها جهلا وطال الوقت وصارت صلوات كثيرة سنين طويلة، يسقط عنها ذلك، لأن هذا فيه مشقة عليها أنها تقضي صلوات سنين طويلة وهي تركتها جهلا، ما تركتها متعمدة، تسقط عنها، لأن الله يعفو عن الجاهل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.